بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنتعلم ازاي نعدل على اللوجو بتاع القالب بطريقة سهلة للغاية ان شاء الله. هذه اللوجو بتاع القالب هنضغط كليك يمين ونعمل فتح في نافذة جديدة او انك تعمل حفظ للصورة. دي اسهل الطرق للتعديل على اللوجو. هنختار مكان نحفظها فيه وبعدين نروح على مكان الصورة. لما تكليك يمين وتفتح برنامج التعديل على الصور هتلاقي رابط البرنامج تحت الفيديو ان شاء الله. نضغط هنا على التمسح عشان نمسح الكلام على الموجود, ونضغط هنا عشان نكتب الكلام اللي احنا عاوزينه, اللوجو اللي احنا عاوزينه. هنا تعمل مسح للصورة عشان الكلام اللي نكتبه يظهر. هنكتب مثلا مدونة علوم, مثلا هنكتب الأول مدونة وهنحركها بالطريقة دي من المنطقة دي, نحركها بالمكان اللي احنا عاوزينه فوق أو تحت. وهنا يختار اللون, بعدين نضغط على تطبيق, وبعدين نروح عشان نكتب الكلمة التانية اللي هي مدونة علوم مثلا, نكتب علوم. هنا لازم تضغط تعمل كده عشان الصور الكلام اللي احنا كتبناه يظهر. هذه كلمة علوم ظهرت اهي. هنختار لها السايز, خليه كبير شوية, ونحركها من هنا بالطريقة دي زي ما احنا عاوزين. هذه الصورة اهي, يبقى نفس الصورة اللي احنا خدناها بس عدلنا على الكلام اللي فيه. هنا تعمل حفظ للصورة, تحفظ بنفس الاسم يعني او تغير الاسم. هنروح على المتصفح وندخل على مركز الخليج, موقع مركز الخليج, عشان نرفع الصورة عليه وناخد الرابط المباشر بتاع الصورة. دخلنا على الموقع اهي, نختار من هنا, ننزل تحت ونختار من هنا اختيار ملف, ونختار نختار الصورة اللي احنا عملناها, وبعدين نضغط رفع ونستنى شوية, وبعدين هنلاقي الصورة تحت والرابط بتاعتها. ننزل تحت ونختار الرابط المباشر بتاع الصورة ونعمل له نسخ. ننسخ الرابط وبعدين ناخده ونروح بيه على القالب تحرير HTML. دائما نلاقي اللوجو فوق الرئيسية, بس احنا نضغط على Ctrl و F ونكتب لوجو, نضغط Enter لحد ما تيجي كلمة اللوجو اللي هي فوق الرئيسية. وفوق الأقسام اللي انت عملت هتلاقي الرابط بتاع الصورة بتاعت القالب القديم. انا اعمل له مسح الرابط اللي خدناه من مركز الخليج, نضغط حفظ النموذج ونروح نشوف الصورة بتاعتنا على القالب. نعمل عرض لمدونة, استنى شوية الاقي هذه كلمة مدونة علوم اللوجو بنفس المساحة بتاعت الصورة بتاعت القالب. دي طريقة سهلة وبسيطة للي ما عرفش يعدل على اللوجو بتاع اي قالب, يعني مهما كان تاخد الصورة وتعمل عليها تعديل, كليك يمين وتعمل حفظ, وبعدين الطريقة اللي احنا قلنا عليها. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الموضوع ان شاء الله, والى حلقات اخرى باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.